إلى فقرة مقالات الآن، والتي نحاول من خلالها مشاهدينا أن نستعرض لكم أهم مقالات الرأي لكتاب عرب وعالميين حول القضايا السياسية والعلمية والفكرية. معك أسامة، وربما أهم هذه القضايا التي تشغل متابعين أو المتابعين للشأن الدولي هي الانتخابات الأمريكية، وهو نعم. موضوع المقال الأول الذي اخترته لنا بعنوان الطريق إلى الرئاسة الأمريكية 2024. وهو كذلك ميليسا، لعل الانتخابات الأمريكية المقررة سنة 2024 ستكون الحدث السياسي الأبرز ليس في الولايات المتحدة فقط وإنما في كل دول العالم لما لهذه الانتخابات من تأثيرات. المقال الأول كما أشارت ميليسا سيكون للكاتب إيميل أمين، وهو الكاتب والباحث ورئيس التحرير السابق لصحيفة الحقيقة الأمريكية من موقع جريدة الاتحاد. كما نطالع العنوان الطريق إلى الرئاسة الأمريكية 2024، والتي أفرد فيها حيزا كبيرا لهذه الانتخابات. يتناول المقال الأهمية الكبيرة لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة وتأثيراتها على البلاد والعالم، ولعلها دون مغالاة يقول الكاتب واحدة من أهم الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الألفية الثالثة، ويعزي الأمر لأسباب متعددة نطالعها في بداية هذا المقال. في مقدمتها الأوضاع المجتمعية الأمريكية الداخلية والأحوال الاقتصادية عطفا على السياقات الدولية القطبية المتغيرة بشكل غير مسبوق، يقول كاتب المقال. ويشير أيضا ميليسا إلى الأزمات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، لعلها الأزمات أو ربما الأزمات الأخلاقية والقضايا الأخلاقية التي يواجهها أحد المرشحين الرئيس السابق دونالد ترامب. نعم، ولعله أبرز المترشحين لهذه الانتخابات في انتظار أن يدلي الديمقراطيين كذلك بمرشحهم خلال هذه الانتخابات. كما ذكرنا أزمات داخلية كبيرة تعيشها الولايات المتحدة، بما في ذلك التوترات العرقية والصراعات السياسية التي تلعب دورا في أهمية هذه الانتخابات، كما تشير إلى أن دور الولايات المتحدة في الأحداث الدولية القطبية وهو ما يجعل الانتخابات أمرا ذو تأثير عالمي كما يشير الكاتب، خاصة فيما تعلق بين الأزمة الروسية الأوكرانية والمخاوف من تصاعد التوترات إلى حد الصراع النووي العالمي. نعم، وربما هنا يطرح التساؤل أسامة حول ماذا كانت هذه الانتخابات ربما تهم الأمريكيين فقط أو سيكون لها تأثير على الساحة الدولية في ظل كل السياقات والتغيرات التي يشهدها العالم. نعم، دعينا ننطلق أولا من أن السياسة الأمريكية حاضرة في كل الملفات في العالم، سواء في آسيا، في إفريقيا، في الشرق الأوسط، في أمريكا، كذلك في الجزيرة شبه الكورية. السياسات الأمريكية حاضرة، من هنا تستمد السياسة الأمريكية قوتها، وكذلك تستمد هذه الانتخابات المرتقبة في 2024 أهميتها الكبيرة والبالغة. أقول يشير الكاتب إلى أن الأزمات العالمية تعني أن هذه الانتخابات ستؤثر على العالم بأسره، ويتساءل عن مدى تأثير العوامل الاقتصادية في اختيار الرئيس الأمريكي المقبل، إضافة إلى عوامل أخرى قد تكون حاسمة. وهناك الملايين من الأمريكيين يرون الانتخابات القادمة فرصة للثأر من نتائج الانتخابات السابقة عام 2020، وهناك دعم كبير للمرشح السابق دونالد ترامب. أنت أشرت ميليسا إلى أنه عنده الكثير من الفضائح والقضايا التي تنتظر رأي العدالة فيها، وعلى الرغم من ذلك فإنه يذكر أن الوضع قابل للتغيير، وأنه هناك ملفات قضائية تتراكم ضد ترامب وقد تؤثر في السباق الرئاسي. وفي قراءته لترشيحات الحزبين يقول الكاتب في ختام هذا المقال: لم يحسم الجمهوريون أمرهم بعد، وإن كان الرئيس السابق ترامب متقدما بجدارة في استطلاعات الرأي ما يعزز فرص حصوله على ترشيح الحزب رغم الفضائح كما أشرت ميليسا، والذي بات قادته يدركون الوزن النسبي لترامب على الجانب الديمقراطي، تبدو الأزمة أعمق خاصة في ظل الظروف الصحية المتردية للرئيس الحالي، والتي بدت للجميع مؤخرا مع أنه يحسب له نجاحه في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي والتي كانت تهدد مستقبل البلاد والعباد. وهنا فإن الناظر لقائمة المنافسين الديمقراطيين لا يجد أسماء لامعة سوى روبرت كينيدي جونيور، وهو ابن الرئيس المغدور جون كينيدي، ورغم حيثياته الشخصية المتميزة لكنه ليس سرا القول
إن الديمقراطيين في حاجة إلى قيادة حزبية شابة تحفز روح التحدي وتفتح مسارات المستقبل أمام الأجيال الأمريكية. وهذا ربما يفتح الانتخابات الأمريكية والمستقبل الأمريكي على سيناريوهات مختلفة. نعم صحيح، في الوقت الحالي. صحيح، ولا يمكن أن يحسم أحد القول باسم الرئيس الأمريكي القادم في ظل أن الترشيحات لم تكتمل بعد، سواء من الجانب الديمقراطيين أو حتى الجمهوريين الذين يتصدر فيهم ترامب الرئيس السابق استطلاعات الرأي. كان هذا المقال الأول مليسا، والأكيد خصصناه للحديث عن السياسة، والأكيد أن السياسة الأمريكية والانتخابات الأمريكية ستكون مرحلة حاسمة في التاريخ الأمريكي. صحيح. ستكون انتخابات العالمي ككل، العالمي نعم. وستكون انتخابات استثنائية. وننتقل الآن إلى المقال الأثري الذي اخترته لنا هذا الأسبوع، والموقع أو المقال من موقع إنديبندنت عربي تحت عنوان هل أعمى التهويل عن الذكاء الاصطناعي عيوننا عن فوائده؟ حدثنا عن تفاصيل هذا المقال. نتحدث عن الخير أو ننتقل قبل ذلك إلى قراءة ثانية لمقال. صحيح. جاء في جريدة الدستور المصرية بعنوان الخير والشر في قدر واحد. حدثنا عن هذا العنوان وما تفاصيل هذا المقال. العنوان يبدو مبهما قليلا، ولكن نستشف من خلاله أن كل شيء له حدين، حد نافع وحد ضار. المقال يتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مقال من جريدة الدستور المصرية، ويتحدث عن دور وتأثير منصات التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية، وهو للكاتب الأردني والسياسي والسفير السابق محمد الدودية. يبدأ ميليسا الكاتب مقاله بالقول إن إعلام منصات التواصل من الحقائق الصلبة الراهنة التي ستنحني لاحقا بشكلها المعروف لصالح صياغ جديدة، كما تنحت من قبل الصحف الأسبوعية والإعلام التقليدي والتي تسيدت واجهة الصحافة والإعلام نحو 10 سنوات في فترة منتصف الثمانينات. هذه المنصات من ثمار التقدم في مجالات مختلفة، وهي منصات تحمل الخير والشر في آن معا. وهذه ربما إشكالية تطرح خاصة في الأوقات الأخيرة حول دور مواقع التواصل الاجتماعي، حول ماذا كانت ستزيل أو ستطغى على وسائل الإعلام التقليدية. ولكن هناك بعض المراقبين يشيرون إلى أن العلاقة بين المنصات الجديدة ووسائل الإعلام في صياغها الجديدة، نتحدث مثلا عن البودكاست الذي جاء كتعويض للراديو أو الإذاعة، يرون أنه في المستقبل ستكون هناك علاقة تكاملية أكثر من كونها علاقة تنافسية. صحيح نعم، وهذا ما حدث من قبل بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل الاجتماعي. الكثير من المؤسسات الإعلامية العريقة تحولت بشكل تدريجي لم نقل نهائي نحو هذه المنصات، وأصبحت تبث أخبارها عبر هذه المنصات، وهذا ما أشرت إليه وهو التكامل بالتحديد. واصل مشاهدي الأفاضل الكاتب في مقاله بالقول إلى أن هذه المنصات أصبحت مكملا لوسائل الإعلام التقليدية، وأنها قد تحل محلها في المستقبل. ويؤكد النص أيضا على ضرورة التحذير من استخدام هذه المنصات بشكل غير مسؤول. ربما الكثير وربما التساؤل الذي يطرح، لماذا يحذر العديد من المراقبين من الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في هذه العملية الإخبارية؟ هل يتعلق ربما الأمر ب لنقل مواضيع أخلاقية؟ صحيح. هل يتعلق الأمر بانتشار الأخبار الكاذبة؟ نعم. غياب الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك. صحيح، دعينا نتفق ميليسا على أنه فيه استخدام غير أخلاقي لهذه الوسائل، سواء من طرف أفراد، منظمات إرهابية، شركات، دول، حكومات. تخيلي الأمر وصل للتأثير على انتخابات في دول كبيرة ولاقتياد الرأي العام نحو آراء محددة. هي أصبحت فضاء واسعا. صحيح. لإبداء الرأي لأي كان. مخيف هذا الأمر، يعني مخيف طبعا. نطالع الكثير من الأفكار المتشددة المتطرفة على وسائط التواصل الاجتماعي، وأكيد لها تأثير كبير على العقليات وعلى السياسات والتوجهات. صحيح. العامة. نواصل مع المقال، حيث يقول الكاتب أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الظلم والفساد، ويتحدث عن انتشار
نجوم العرض وانتشار الشتائم والانتقادات على هذه المنصات، ويشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء هذه الأصوات السلبية، ويشدد النص على ضرورة أن يتحمل أو تتحمل الحكومة مسؤولياتها في التفكير بحلول إبداعية للأزمات المعروفة والتحسين في السياسة العامة للعلوم ولعلوم الإعلام والاتصال الحكومي. ويلقي الكاتب الضوء على تحديات استخدام منصات التواصل الاجتماعي ودور النخبة في التعامل معها. وختاما يكتب محمد الدودية: ستظل منصات التواصل الاجتماعي مطية الرويبضة أو الرويبضات كما يقول والفشارية، وطامة على المجتمعات طالما أن النخبة تهاب ألسنتها وتخشى أن تصبح مضغة لها وتغمض عنها كليا كأنها غير موجودة. ليس هذا فحسب، بل إن بعض النخبة يقدمون لها أوراق اعتماد مكشوفة، وذلك بالتعرض لمن يفضحهم بحجة ملفقة في الدفاع عن الرأي الآخر. أتوقع أن النخبة لها دور كبير في التصدي للأمور السلبية التي نراها على وسائل التواصل الاجتماعي. بهذا يختم الكاتب مقاله. ويجب لنا دائما ألا نركز على الجوانب السلبية ولكن صحيح. على الجوانب صحيح. الإيجابية. وهذا ما يقودنا إلى آخر مقال من فقرة مقالات من موقع إنديبندنت العربي بعنوان: هل مع التهويل من الذكاء الاصطناعي عيوننا عن فوائده؟ أسامة، مخيف الذكاء الاصطناعي ميليسا؟ مخيف للبعض، ولكن البعض الآخر يرى أن فيه فوائد كثيرة. أكيد عنده فوائد، وهذا ما تحدث عنه المقال وكاتب المقال في هذا المقال الذي نطالعه من الإنديبندنت عربي ولكاتبه أندرو غريفين، وهو محرر التكنولوجيا ومراسل العلوم. يقول الكاتب: ليست المرة الأولى التي يظهر فيها مصطلح الذكاء الاصطناعي وإلى جانبه كلمة قتل في عنوان صحفي رئيس، ولكن الأمر الغير مألوف هذه المرة في ذلك الذكاء الاصطناعي كان عدم استخدامه بغرض قتلنا كما في سيناريو بائس يفيض بالخيال العلمي، وإنما المساعدة في تطوير مضاد حيوي جديد يكتب نهاية أنواع مميتة من البكتيريا الخارقة هذا الأسبوع. وأعلن باحثون في كندا والولايات المتحدة عن تطوير عقار جديد ذوي مفعول قوي أطلقوا عليه اسم أبو سين. مطور هذا العقار قاموا باستخدام الذكاء الاصطناعي بغية تقليص نطاق المواد الكيميائية التي عليهم استخدامها في تصنيعه، وهو الأمر الذي سرع من عملية التطوير تطوير خطوات كثيرة إلى الأمام. هذه أحد الاستخدامات الإيجابية للذكاء الاصطناعي ميليسا. وهذا يذكرنا أسامة ربما بالحادثة الأخيرة، موافقة إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA على مقترح إيلون ماسك رجل الأعمال بزرع أو ببدء التجارب على البشر لشرائح الدماغ التي ابتكرها، وكانت هناك العديد من التعليقات السلبية ومحاولة الشيطنة لهذا المشروع بأنه ربما محاولة للتحكم في الأشخاص في البشر، لأن هذه الشرائح ستكون مرتبطة بشكل مباشر بأدمغة الناس والبشر طبعا، وارتباطها أيضا بأجهزة تكنولوجية متطورة. ويعني يرى البعض الآخر ربما أنها فكرة جيدة ستكون خطوة إلى الأمام وستساعد العديد من الناس، خاصة المرضى منهم من يعانون من مرض الباركنسون على سبيل المثال. دعينا نتفق على أنه ما كنا نعيشه خيالا في الماضي في المسلسلات العلمية والأفلام العلمية كان خيالا وأصبح واقعا. هذا الهاتف المحمول، الكاميرا، المركبات الفضائية صحيح. واليوم أصبحنا نتحدث عن ذكاء اصطناعي خارق للعادة، أصبح يتفوق حتى على البشر في الذكاء. لكن أسامة، مع مجيء تلك التكنولوجيا تأقلمنا مع السنوات مع الشديد. هذه التكنولوجيا وأصبحنا نحتاج إليها أكثر من شيء آخر، وربما نفس الشيء سيحدث مع شرائح إيلون ماسك ومع هذه الأدوية التي تحدثنا عنها التي تمت الموافقة عليها في كندا. للأسف الشديد تعودنا عليها أكثر من اللازم إن صح التعبير. ميليسا، نواصل مع هذا المقال. كان خبرا إيجابيا قلما نقرأه عن الذكاء الاصطناعي الذي تعرض في الجزء الأكبر من العالم أو العام الماضي أقول للشيطنة بوصفه قوة خبيثة ومروعة تهدد حياتنا جميعا.
ولكن التوصل إلى هذا العقار الذي تحدثنا عنه ميليسا منذ قليل ليس إلا واحدا فقط من إنجازات علمية مشوقة في حقل الذكاء الاصطناعي والتي يتهددها النسيان في غمرة الصراخ المذعور حول الروبوتات التي ستزهق أرواحنا أو أقله ستسرق وظائفنا على مدى سنوات. تتوقعين أن الروبوتات ستسرق وظائف المذيعين مستقبلا ميليسا؟ أتوقع ذلك بنسبة 100%. هذا الأمر مخيف، ولكن هذا لا يمحي الدور الذي يلعبه ربما المذيع وحتى أي موظف آخر في أي قطاع آخر، لأن يعني اللمسة الإنسانية تبقى فريدة من نوعها ولا يمكن أن تعوض بالذكاء الاصطناعي، وهذا يبقى رأيي. المشكل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي لحد الساعة هو فشل المخترعين والمبتكرين في إيجاد عواطف لهذه الروبوتات، هذا ما يحتاجه المذيع وتحتاجه الكثير من الوظائف المشاعر. وما يعاب أيضا كذلك عليها على هذه الروبوتات هو أنها تعتمد وبشكل كلي وبشكل تام على كل المعطيات التي يزودها بها الإنسان، وبالتالي ليس في مجال الإبداع، ليس في مجال الإبداع ولا يمكن أن تخرج عن مجال السيطرة البشرية كما يرجح البعض. ولكن يبقى هذا وارد، سيناريو وارد. طبعا كان فيها أسئلة حول تحكم الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمفاعلات والأسلحة النووية، وكان هذا الأمر إشاعة من جوجل. وسئل هذا الروبوت عن تصرف حيال هذه الأسلحة، قال أكثر من مرة أنه يمكن أن يستخدم هذه الأسلحة النووية في تدمير البشرية. أتمنى لا يحدث ذلك. نواصل مع المقال. على مدى سنوات حرص المختصون في مجال الذكاء الاصطناعي على تسليط الضوء على هذا النوع من الإنجازات، تحديدا حتى الشركات الربحية الكبرى الهادفة مثل جوجل كانت تميل إلى تضمين جهودها في مجال تحقيق إنجازات في مجال الصحة، موضحة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مفيدا يوما ما في مجال الاستشارة والعلاج. من السهل أن نرى لماذا أصبح الشك والخوف هما الوضعان السائدان عند التفكير بشأن الذكاء الاصطناعي، فقطاع التكنولوجيا في السنوات الأخيرة لم يبذل شيئا يذكر من أجل خلق أي نوع من الحماس أو الثقة في هذا المجال، حتى أن بعض من انعدام الثقة هذا زرعته الجهات المتنافسة داخل الصناعة. ومن الواضح أن تحسين صورة الذكاء الاصطناعي، يقول الكاتب في مقاله، يبقى رهنا بالشركات التي تمتلك تكنولوجيا تستخدمها في حملة الترويج الحديث المتفائل عن الذكاء الاصطناعي، لا يخلو كذلك من المخاطر طبعا، قد يوفر طريقة مناسبة للتغلب على المشكلات الحالية. لهذا أو لماذا تهدر الوقت في إصلاح المشكلات في حين أن الذكاء الاصطناعي قد جاء لتغيير العالم وربما يمحي هذه المشكلات؟ ميليسا، أنت تحدثت ربما عن غياب الجانب الإبداعي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يبدو سهلا تقديم وعود فارغة بشأن المستقبل كما الحال بالنسبة إلى إطلاق تهديدات جوفاء فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. أتمنى أن ربما حل الوقت لأن نعطي فرصة لمجال الذكاء الاصطناعي ولكل هذه لكل هؤلاء المبتكرين لنرى ما يمكن أن تقدمه هذه التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي للبشرية. أتمنى أن نكون قد أزحنا شيئا من الخوف من هذا التكنولوجيا عن كيميليسا وعن المشاهدين. نتمنى ذلك. شكرا جزيلا لك على العموم أسامة على هذه الجولة في المقالات. طبعا يتجدد بك اللقاء الأسبوع المقبل في جولة إن شاء الله. شكرا جديدة. شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا كنا قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، ولكن برنامج صباح نيوز طبعا متواصل إلى غاية الساعة 10 صباحا، ابقوا في متابعتي.